بنكمل مع بعض دراسة يونت 9 في منهجنا للصف السادس الإعدادي، والنهاردة هناخد lessons 5 and 6، آخر درسين في يونت 9. نبدأ بالكلمات كالعادة. interview دي noun معناها مقابلة شخصية، وممكن نقولها الأمريكان بيقولوها interview. interview. solar farm، solar farm محطة توليد طاقة شمسية، زي مزرعة شمسية كده يعني. interrupt، interrupt يعني يقاطع الكلام. power station، power station محطة توليد الطاقة. region، region منطقة. desertification، desertification التصحر، جاي من desert، desertification التصحر. فنفس كلمة deforestation كنا خدناها قبل كده. drought، drought يعني جفاف. create يعني يصنع أو يبدأ. بنكمل الكلمات. farmland، farmland اللي هي الأرض الزراعية. plan، plan طبعا ممكن تبقى verb يخطط أو خطة لو كان noun. decide يقرر. idea فكرة. hill يعني تل. reporter مراسل صحفي. oil اللي هو البترول. permission إذن أو تصريح. popular مشهور أو محبوب كمان. personally، personally يعني بصفة شخصية أو شخصيا. source يعني مصدر. عندنا ال directions هم أربعة كلنا عارفينهم: north، south، east and west. إيه عندنا في lesson 6؟ عندنا reason سبب، report تقرير، improve يحسن أو يطور. بيمبن سولار بارك دي مزرعة بيمبن للطاقة الشمسية موجودة عندنا في مصر في أسوان. happen يحدث. farm يحرث أو يعمل بالزراعة. landscape يعني منظر طبيعي. صحارى ديزرت الصحراء الكبرى. special يعني خاص أو مميز. طيب farming يعني الزراعة. organizer يعني الشخص المنظم. whole يعني كامل أو تام. great green wall initiative يعني مبادرة، الكلمة دي بتقابلنا كتير. initiative، initiative يعني مبادرة. مبادرة الجدار الأخضر العظيم هنشوفها في الدرس دلوقتي. living thing يعني كائن حي. president اللي هو الرئيس، رئيس دولة president. research يعني يبحث أو بحث. quite إلى حد ما. African Union الاتحاد الأفريقي. record يسجل أو يدون. bar chart شريط الرسم البياني. fishing الصيد. طيب عندنا هنا مدينا بعض الـ countries and cities. ساحل region منطقة الساحل. UK اللي هي المملكة المتحدة البريطانية طبعا. دبي، أسوان، سودان. ساوث سودان دولة جنوب سودان، احنا عارفين إن السودان مقسومة لدولتين دلوقتي. بنكمل conjugation of irregular verbs. shine shown، shown يعني يلمع أو يضيء أو يشرق لو كانت الشمس. hear heard hear يسمع. build 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 يبني. forget forgot forgotten يعني ينسى. عندنا مجموعة من collocations اللي هي الكلمات اللي دايما بيمشوا مع بعض. give electricity يعني يولي الكهرباء. give jobs يعني يوفر فرص عمل. create jobs يعني يوجد فرص عمل. create problems يسبب مشاكل. cause fire يسبب حريق. cause pollution يسبب تلوث. do a survey يعني يجري دراسة استطلاعية. طيب عندنا كلمتين كده عايز نقراهم. طيب كلمة region اللي هي منطقة معناها an area of a country، هي مساحة أو منطقة من الدولة. initiative اللي هي مبادرة. something to improve a difficult situation هو حاجة عشان نحسن
بيها موقف صعب. طبعا السولار فارم من مزرعة أو محطة توليد الطاقة الشمسية. An area with many solar panels that provides electricity. طيب خلينا نبدأ على طول. المفروض إن أول درس عندنا is a dialogue between reporter and Mrs. Jones. I'll read the reporter and you will be Mrs. Jones and Mr. Jones هيقابلنا كمان. طيب So, Mrs. Jones, tell us why your community decided to build a solar park on this farmland. بيقولها قولي لي ليه المجتمع بتاعكم قرر إنه يبني بارك زي حديقة للسولرز، يعني حديقة كده معمولة من خلايا توليد الشمس، بيقول عليها سولار بارك في الفارملاند في الأرض الزراعية. This area is popular for tourism. And people come here to enjoy the countryside and the beautiful views of trees and hills. والله خصوصا إن المنطقة دي مشهورة أو محبوبة بالنسبة للسياح، إن هم بييجوا هنا يستمتعوا بالريف والمناظر الطبيعية من الأشجار والتلال. Many people would say، بعض الناس هتقول، the solar park is ugly، شكلها قبيح. They don't want to see lots of and lots of ugly solar panels in the countryside. والناس مش حابة تشوف الخلايا أو ألواح اللي بتولد الطاقة الشمسية أكتر من كده في المناطق الريفية. Read, Mrs. Jones. I don't agree. Personally, I think that the solar panels are beautiful. We need to create clean energy that doesn't pollute the environment. ستوب Solar panels ستوب اوكي. بتقول له انا مش موافق على كلامك، وبصفه شخصيه من وجهه نظري الشخصيه، يعني اعتقد ان السولار بانلز دي جميله، واحنا محتاجين نولد طاقه نظيفه مش بتلوث البيئه. ريد كونتينيو. Solar panels produce clean, renewable energy. In my opinion, we need to stop burning fossil fuels, which create greenhouse gases and cause climate change. تمام. وبتقوله طبعا ان اعتقد ان السولار بانلز ديت جميله، واحنا محتاجين نولد طاقه نظيفه ما بتلوث البيئه، والسولار بانلز دي بتولد او بتنتج طاقه متجدده ونظيفه. من وجهه نظري احنا محتاجين نوقف، مش نوقف عمل السولار باركس، لا ده احنا المفروض نوقف حرق الفاصل فيولز، الوقود الحفري اللي طبعا بيسبب او بيخلق الجرين هاوس جازز، وطبعا دي بتسبب الكلايمت تشينج، التغير المناخي. ريبورتر: What do you think about the solar park, Mr. Brown؟ ايه رأيك في السولار بارك يا مستر براون؟ Do you agree with Mrs. Jones؟ هل انت موافق معاها؟ تقري برضه مستر براون. I agree that we need clean, renewable energy, but I don't agree that we should build solar parks in the countryside. We should build them in cities near factories, and I don't agree that they are beautiful. They are ugly and they destroy the countryside. Farmers need this land. طبعا بيقول انا طبعا موافق على كلامها ان احنا محتاجين لطاقه نظيفه متجدده، بس انا مش موافق ان لازم نبني السولار باركس دي في الريف، احنا لازم نبنيها في المدن وبالقرب من المصانع لان هي اللي محتاجه طاقه اكتر. وانا مش موافق طبعا ان السولار بانلز دي شكلها جميل ولا حاجه، زي راجلي شكلهم قبيح اصلا، وكمان بيدستروي ذا كانتري سايد، بيدمروا الريف، وان الفارمرز محتاجين الأراضي اللي هيتبنى فيها السولار بانلز دي. طيب يا ترى ميسيس جونز هترد على مستر براون تقول له إيه؟ I totally disagree. The solar panels don't destroy the countryside. The solar park was built on one field. No trees were cut down, and the farmer can still keep his sleep in the fields, his sheep in sheep the in the fields. اوكي طبعا بتقول له انا مش موافق على كلامك وان السولار بانلز دي مش بتدمر الريف ولا حاجه. السولار بارك دي المزرعه الشمسيه، الطاقه الشمسيه دي مبنيه على حقل واحد بس، وطبعا ما فيش اشجار اتقطعت ولا حاجه عشان يبنوا مكانها السولار بارك دي، وكمان الفارمر لسه ما زال قادر ان هو يحتفظ بالخرفان بتاعته في الحقل. ريت
The sheep can walk under the solar panels to eat the grass. And don't forget, the solar panels produce money for the community. It helps us all, in my opinion. In my opinion, every community should have their own source of energy. بتقوله طبعا ان الخرفان تقدر تمشي تحت السولار بانلز عادي وتاكل الحشائش وما تنساش طبعا السولار بانلز دي بتجيب فلوس اكيد للمجتمع، وطبعا دي بتساعدنا كلنا. ومن وجهة نظري كل مجتمع لازم يكون عنده his own source of energy، مصدر لطاقة خاص بيه هو. الريبورتر بيقول لها well thank you both for talking to us today، شكرا لكم انتوا الاثنين على حديثكم معانا. Now it's time to go back to the studio، نعود إلى الاستوديو مرة أخرى. طيب الحوار كان عن السولار بارك اللي بتتعمل معمولة في الريف. تعالي دلوقتي نشوف حاجة تانية، ده برضو ده between داليدا and نسمة. I'm going to read داليدا and you are نسمة. What do you think of this plan to build wind turbine in the sea near the beach؟ بتقول لها ايه رأيك في خطة بناء wind turbines ديت اللي هي اللي في الصورة في البحر وقرب من الشط. read Personally, I think it's a good idea. Wind turbines produce renewable energy. بتقول طبعا هي من وجهة نظرها دي فكرة جيدة، لأن طبعا الويند توربين دولت بينتجوا طاقة متجددة. I agree that we need renewable energy, but I think the wind turbines should be built on the land. لا، ولكن أعتقد إن لازم يتبنوا على الأرض أحسن من البحر. Read. I don't agree that they should be built on the land. There is more wind at sea. تقول لها لا مش موافقة على كلامك، لأن في البحر أكيد بيبقى فيه رياح أكتر. Yes, but don't forget many tourists love our beaches. ما تنسيش إن سياح كتير بيحبوا الشواطئ بتاعتنا. They don't want to look at ugly wind turbines. أكيد هما مش حابين يبصوا على ال wind turbine القبيحة ديت لما يجوا هنا. Read. I totally disagree. In my opinion, wind turbines look nice and they won't be very near the beach. بتقول لها طبعا مش موافقة تماما على كلامك، الويند توربان شكلهم لطيف مش وهما مش هيكونوا قريب أوي من الشط يعني عشان يضايق الناس. Perhaps you're right، يمكن كلامك صح. شفنا كده وجهات نظر حوالين السولار بانلز والويند توربانز، ناس مع وناس ضد ويتبنوا فين أو يتعملوا فين. أكيد طبعا مفيش حاجة بترضي جميع الأطراف. طيب خلينا دلوقتي الصورة دي مختلفة شوية، شكل ده مش renewable energy خالص. طيب ده between Ahmed and Faris. I read Ahmed. What do you think of the plan to build a power station outside the town؟ إيه رأيك في بناء محطة توليد طاقة خارج المدينة؟ In my opinion, it's a good thing. It will give us more electricity and jobs too. بيقول له موافق، وطبعا دي هتدينا كهرباء أكتر ووظائف أكتر. I don't agree that it's a good thing. أنا متهيألي إن دي مش حاجة كويسة. ليه بقى؟ It burns fossil fuels. طبعا محطة الطاقة دي شايفين الدخان طالع منها، يبقى أكيد بيستخدموا الفاصل فيولز عشان يولدوا منها كهرباء زي المحطات الموجودة حاليا عندنا. Don't forget fossil fuels are not sustainable. مش مستدام. I totally disagree. People are still finding oil under the ground every year. بيقولوا أنا مش موافق معاك حكاية إن الفاصل فيولز ده is not sustainable. لأ، بيقولوا الناس كل يوم بيلاقوا تحت الأرض في بترول. Personally, I think that we shouldn't build any new power stations. بيقولوا من وجهة نظري إن إحنا مش لازم نبني أي محطات توليد طاقة جديدة. We should only use renewable energy. لازم نستخدم بس الطاقة المتجددة. I agree that we need renewable energy, but I think we still need to use fossil fuels too.
بيقول له أنا موافق إن إحنا لازم نستخدم الطاقة المتجددة، ولكن أعتقد إن إحنا ما زلنا محتاجين نستخدم الفاصل فيوز. خلينا نسكيب الجزء ده ونروح على الدرس بتاعنا اللي إحنا قلنا اسمه في الأول مكناش فاهمينه، The Great Green Wall، حائط الأخضر العظيم. بيقول لك this report is about a green initiative in Africa called the Great Green Wall. شايفين دي طبعا في الصورة قارة أفريقيا، وده اللي بالأحمر ده تقريبا المبادرة اللي هم عايزين يعملوها، إن هو عايزين يعملوا جدار أخضر من شرق لغرب القارة عشان يحافظوا على إيه. تعالي نشوف. This initiative was set up in 2007 by the African Union to solve the problem of the desertification in the Sahel regions of Africa. طبعا انت لو عارفة في الجغرافيا شوية انت عارفة ان هي الصحراء الكبرى موجودة فوق الخط الأحمر ده، وطبعا الدول اللي تحت دي غالبا دول فيها غابات وفيها دول زراعية طبعا، فأكيد إن وجود الصحراء على أطرافهم ده بيهدد الأراضي الزراعية وبيعمل لها تصحر، يعني التصحر بيمتد بياخد من الأراضي اللي عندهم، فهم عايزين يبنوا الجدار الأخضر ده عشان يوقف امتداد الصحراء وما يبوظش أراضي من الأراضي الخصبة اللي عندهم. طيب هو طبعا بيقول إن الاتحاد الأفريقي هو اللي فكر في المبادرة ديت عشان يحل مشكلة التصحر في ساحل أو مناطق ساحل العاج، ما تقريبا بيسموها كده. تعالي نكمل قراءة. أوكي، can you continue reading please؟ Desertification happens when Greenland becomes desert. In the Sahel region, region. this has happened because climate change is creating more droughts every year and people don't always farm the land. Well, people اوكي cannot grow. ستوب. طبعا بيقول لنا ان التصحر بيحصل نتيجه ان الارض الخضراء ديت بتبقى صحراء، بتتحول لصحراء، وده طبعا في المنطقه اللي هي ساحل، منطقه الساحل ديت، ده بيحصل نتيجه تغير طبعا المناخي اللي بيخلق طبعا جفاف كل سنه، والناس طبعا دايما مش بيزرعوا الاراضي بشكل كويس. continue people. People cannot grow food and they are losing their farms and homes. طبعا لو الأراضي حصل فيها تصحر أكيد الناس مش هتقدر تزرع فيها الغذاء بتاعهم وهيفقدوا طبعا مزارعهم وبيوتهم. The Great Green Wall initiative will plant millions of trees, seedlings and plants across Africa from west to east to create a growing green landscape when it's finished. The wall will be 8,000 kilometer long. long. اوكي ستوب. بيقول لنا طبعا الانيشيتيف ديت الحائط الاخضر العظيم ده هيتزرع عن طريق هيكون عن طريق زراعة ملايين الاشجار والشجيرات والنباتات عبر افريقيا من شرقها لغربها عشان يخلقوا طبعا اللاندسكيب الاخضر العظيم ده، ولما ينتهي the wall will be هيبقى طوله حوالي 8000 كيلو متر طولا. أريد It will be the biggest living thing in the world. It will create jobs for 10 million people. The trees and plants will improve the land for farming again, and people will be able to grow كروبس. crops. اوكي ستوب. طبعا بيقول لنا لما الموضوع المشروع ده ينتهي من زراعة الملايين الأشجار دي، طبعا ده هيكون أكبر شيء حي في العالم، وطبعا ده هيخلق فرص عمل لعشرة مليون إنسان، وطبعا الأشجار والنباتات دي هتحسن الأراضي والمزارع مرة تانية، وأكيد هتحافظ أو هتوقف التصحر اللي بيحصل للأراضي الزراعية، والناس هتكون قادرة إنها تزرع المحاصيل بتاعتها. continue. The Great Green Wall will improve the lives of everyone who lives in the Sahel region. It will also help
reduce the problems caused by climate change for the whole world. تمام، أكيد طبعا الحائط الأخضر العظيم ده هيحسن الحياة لكل شخص عايش في منطقة الساحل دي، وكمان هيقلل طبعا المشاكل اللي بيسببها الكلايمت تشينج، التغير المناخي بالنسبة للعالم كله. طيب دي فكرة أو مبادرة. في مبادرة تانية كليف هيل سولار فارم، بس دي في إنجلترا، تعالي نقرأ عنها. بيقول لك this report is about plans to build the largest solar farm in the UK. أكبر مزرعة للطاقة الشمسية هتتبنى في الولايات المملكة المتحدة، سوري، بريطانيا يعني أو إنجلترا. The initiative calls، اسمها إيه المبادرة دي؟ كليف هيل. بيقول لنا plans to، بتخطط to produce enough energy for 91,000 homes across the region and should be open in 2023. وطبعا المزرعة دي هتغذي أو هتمد 91,000 بيت في المنطقة دي بالكهرباء أو بالطاقة، وهتبدأ شغلها أو تتفتح في سنة 2023، فور السنة دي. Continue reading please. The UK plans to use renewable energy instead of fossil fuels by 2050, and Clive Hill will help with this. The solar farm will have 818,000 solar 1,000. panels on countryside. That was farmland around 2 kilometers from the village of Raveny. اوكي ستوب. اوكي طبعا بيقول لنا ان المملكه المتحده بتخطط انها تستخدم الطاقه المتجدده بدلا من الفاسل فيولز قبل 2050. طبعا الكليف هيل ده هيساعدها تعمل ده. وبيقول لنا السولار فارم ديت هيبقى فيها حوالي الرقم ده من السولار بانلز على في الريف، اللي هو كان اصلا فارم لاند، عباره عن اراضي زراعيه، و around 2 kilometers from the village، وحوالي 2 كيلومتر من قرية كذا. Continue reading in the past. In the past, solar farms were not very good in the UK because it's not very sunny. However, new large batteries in the solar farm can save and produce electricity even when the sun isn't shining. على الرغم فعلا ان انجلترا عندهم طبعا الدنيا مش ساني قوي زي عندنا، ولكن ده ما بقاش مشكلة بالنسبة لهم، ان هو توصلوا ان بقى فيه زي بطاريات بتشحن، سواء بقى الشمس تطلع بتخزن شوية وهكذا يعني، فما بقاش عندهم مشكلة ان الشمس مش موجودة طول الوقت، بتبقى موجودة اوكي، بتحول او بتنتج طاقة وخلاص. طيب في انيشيتيف تانية، مبادرة تانية بيقول لنا there are many green initiatives across the world، مبادرات خضراء حول العالم which are helping to protect the environment، هدفها طبعا انها تحمي البيئة. There are projects to build solar farms to create green energy، طبعا مشروعات عشان تبني مزارع شمسية عشان تخلق green energy، طاقة خضراء. There are projects to plant seedlings and trees، ومشروعات تانية عشان تزرع أشجار وشجيرات. To give us cleaner air، عشان تدينا هواء أنقى. At home، في البيت، people are choosing to use rechargeable batteries، الناس بدأت تستخدم بطاريات معادة قابلة لإعادة الشحن. And the energy saving light bulbs، ولونات موفرة للطاقة. Some people are buying more products made of bamboo، الناس بدأت تشتري منتجات مصنوعة من البامبو، which is sustainable، مستدامة، and doesn't cause pollution، تسببش تلوث. Some people are even using air conditioning less often because it uses so much energy، والناس بدأت تستخدم المكيفات بشكل أقل من الأول لأنها طبعا هي بتستخدم كهرباء الأكثر. What can you do to help protect the environment؟
يا ترى انت تقدري تعملي ايه عشان تحمي البيئة؟ في الجنرال نوتس ما عندناش حاجات كتير، عندنا بس كلمة everyone، كل فرد. بيقول لنا ان الكلمة دي او الضمير ده بنعامله معاملة الاسم المفرد، على الرغم ان هو بيرمز للجمع، ولكن دايما بنعامله كمفرد. لو احنا جينا نستخدم ضمير مكانه، ممكن نستخدم they مكانه او he or she بدلا من هما في الجمل التي تتبعها، زي مثلا everyone who loves sorry who lives in the this regions is quite happy. كل الناس او كل الفرد اللي بيعيشوا في المنطقة دي سعداء. they هنا عوض عن everyone ب they love their region، بيحبوا المنطقة بتاعتهم. طيب عندي بعض الـ expressions and prepositions، read for me please. Television interview. I don't agree. I disagree that. Personally, I think. Discuss in a group, pairs. Ask for speak. I totally disagree. I agree that. Ask for permission. Permission. Can I permission? Can I say something? You are right. Instead of جميل جدا. solve the problem. Solve the problem. اوكي. Solve the problem by 2050. Good. Compare with be called for a holiday, set up for the whole world, write up problems for, in my opinion, think about of, south of, produce money for, show on a map. Great. اوكي. طيب وصلنا لجزء الـ synonyms and antonyms. أنا هقرأ الـ word وأنت اقرأي الباقي. Beautiful. Pretty, lovely, ugly. Okay. Advantages، مزايا أو مميزات. Pros, Pros. pros, Dif. disadvantages, Cons. cons. Okay. Dangerous. Serious, unsafe, safe. جميل جدا. Okay. نكمل. اوكي introduction، مقدمة. Preface, preface. conclude. good. outside. Out, outdoors, inside. totally. Fully, completely, partially. partially. اوكي possible. probable. Probable, impossible. Okay, include. Contain, exclude. Okay, reduce. Decrease. Decrease, increase. Increase. طيب ال prefix and suffixes، عندنا this طبعا دي prefix عشان تدي معنى العكس، زي disagree. ing دي طبعا عشان تعطي الصفة من الفعل أو تعطي اسم من الفعل، زي living, growing, farming, fishing. طبعا دروس القراءة بتاعتنا كلها كانت عن آراء مختلفة، وإزاي موافق وإزاي ضد وجهات النظر. فهنا بيقولك giving and respond to opinions، إزاي أعطي رأيي وأرد عليه. I'm going to read the questions and you read the answers. What do you think about my plan? In my opinion, it's a clever plan. I think it's a clever plan. Good. Do you agree with me? Yes, I totally agree with you. Okay. What is the main cause of desertification? I think climate change is the main cause of desertification. Great.